نقول مساكم فللي، مساء المفاجآت، مساء العروض القوية، مساء التخفيضات من تخفيضات العائلة. الدمام، شارع الأمير، نايف. طبعا العروض راح تشمل الفرعين، هذا الفرع وفرعهم اللي موجود بمجمع الواحة. خمسة أيام من العروض والتخفيضات الكبرى من تخفيضات العائلة، من الأربعاء وحتى الأحد، كل ما تحتاجه تحت سقف واحد وبأسعار رائعة. سارع بزيارتنا قبل نفاد الكمية. تخفيضات العائلة، جودة وتوفير. بما أن المدارس على الأبواب، نبدأ معاكم قسم الأدوات المكتبية والقرطاسية. ما شاء الله تبارك الله، زحمة يا دنيا زحمة. نبدأ عرضنا باللاونش بوكس، البوكس حق الطعام. طبعا عندكم ولادي وعندكم بناتي، والسعر مفاجأة يا حبيبي، 4.60 ريال. مساحات بأشكال متعددة مرة حلوين حق المدرسة، والسعر 3.50 ريال. ألوان أكريليك مع فرشاة الرسم، والسعر 9.95 ريال. وش رايكم؟ جنون الأسعار. وش رايكم في هالهندسة؟ كم تتوقعوا سعرها؟ 12 ريال، 13 ريال. شوفوا الصدمة، 3.50 ريال. أقلام لينو الحبر 12 قلم. أقول لك تعال وفر فلوسك يا حبيبي، حبيت أزرق أحمر أخضر، هذا البوكس بكم؟ 3.50 ريال. أقلام تلوين خشبية ماركة روكو 24 قلم، عينك على العدد يا حبيبي، 9.95 ريال. مش معقول يا حبيبي، مش معقول. كراسة الرسم 2.95 ريال. كراسة الرسم طبعا هذه تيجي كم؟ 50 شيت. تكلم عن هذه الماركة معروفة، والسعر 4.50 ريال. وهذه دفاتر روكو معروفة طبعا، 100 ورقة 3.25 ريال، و80 ورقة 2.75 ريال. طبعا كل الخيارات موجودة بأقل أسعار. بديل مبللة 10 باكيتات 4.50 ريال. شنط مدرسية ماركة روكو، صدمة الأسعار يا جماعة، مع كفرات ومعها مقلمة، سعرها كم يا جماعة؟ 24 ريال بس. خذوا نفس عميق، ايش رايكم في الموديلات الحلوة هذه؟ تتفاجئوا بالسعر؟ انا تفاجأت بالسعر، على 23 ريال بس. شوفوا الجمال، شوفوا الفخامة، شوفوا الكواليتي، ما شاء الله تبارك الله. شنطة بكفرات معاها المقلمة ومعاها الزمزمية، والسعر 59 ريال. تشكيلة منوعة من الشنط حق الروضة، حق أول ابتدائي، جدا جدا مناسبين، والسعر 8.95 ريال. الفخامة يا جماعة طبعا هذه 3 قطع 59 ريال. عندكم هذه بكم؟ ب69 ريال. ندخل على الورقيات، مناديل روجينا طبعا، شدة فيها 10 علب، والعلبة فيها 200 منديل، والسعر 7.95 ريال. هذا الرجينة العلبة فيها 500 منديل، والشدة 19.95 ريال. 4 رولات يا جماعة ب9.50 ريال. الترند العرض حق المطبخ 10 رولات ماركة سانيتا معروفة، عينك على السعر. اكشرول إيميلي 3.50 ريال. وهذا كلوركس طبعا عدة أنواع 750 ملي 11.25 ريال. خيلين فحم كوكو ستار، كم سعر السابق؟ 9 ريال. ما علينا من السابق، علينا من العرض، 5.95 ريال. الحاف حق الأطفال مرة حلو يا جماعة، مرة فاخر، وسعره 99 ريال. وهذه تشكيلة ثانية طبعا، النفر كم سعره؟ 39 ريال بس. بيطلع ترند هذا. وهذا النفرين بكم؟ 59. معقول في الحاف 59؟ تخفيضات العائلة كل شيء معقول، كمية خير من الله، لا يفوتكم العرض. سجاد تركي مقاس 1.50 × 2.20 متر. شوفوا الألوان، تكلم عن منتج مرة راقي، والسعر 119 ريال بس، ما يتفوت. سجاد سيراميك مقاس 2.3 متر، مرة حلوة مرة فاخرة يا جماعة، بكم؟ 57 ريال بس. إن شاء الله تبارك الله يا جماعة. لوحة فنية سجاد تركي 2 × 1.40 متر ب35 ريال. وش تنتظر يا حبيبي، وش تنتظر؟ الطاولات الخشبية هذه طبعا 3 طاولات، شوفوا كيف طريقتها، كيف تتصفط. أصدمكم في السعر، 45 ريال. 3 طاولات 45. مرة عجبتني الطاولة هذه طبعا، في منها الخشبي وفي منها الأبيض والرمادي، 57 ريال. طقم 3 طاولات حق الشاي 59 و95 هلل. عربة قماشية مناسبة جدا حق تسوق، تحطون فيها دلال شيء حق طلعة،
19 ريال و95 هلله. شوفوا كيف تتصفط. هذا كم سعره؟ ايش رايكم في هالاريكه الجميله؟ طبعا في منها الاخضر، في منها الازرق، في منها الرمادي. جنن. 159 ريال. جزامه صناعه ماليزيه، تتكلم عن منتج هاي كواليتي، سعر صدمه ب 89 بس. مرايل بعدة موديلات، طبعا مقاسها يبدأ من 34 إلى مقاس 50. خامات حلوة مرة جميلة صراحة، وسعرها 39 ريال بس. والله مرتب المريول يا جماعة، خامته حلوة وشكله جميل ومنه عدة موديلات، وسعره كم؟ 24 ريال و95 هللة. تعال وفر فلوسك. شيال مواليد مرة حلو، 39 ريال بس. وندخل على الفناجيل، تخيلوا معي يا جماعة، 12 قطعة 19 ريال. هذا الطقم 36 قطعة 49 بس. وهذا أيضا 36 قطعة، فناجيل، استكانات، صحون سكرية، 89 ريال. أطقم تهبل يا جماعة، منها 6 موديلات، واحدة للشاي وواحدة للقهوة، 69 ريال بس. تخيلوا معي يا جماعة هالتشكيلة من الترامس، ما شاء الله تبارك الله. خلصنا ما خلصنا، أشكال أشكال متعددة، والأسعار نشوف الأسعار. ترامس بالحبة، طبعا في منها لتر 17 ريال و95 هللة، وفي منها مقاس لتر ونص 19 ريال و95 هللة. حلوين صح؟ طقم قدور 5 قطع صناعة تركية 99. هذا الطقم 12 قطعة ب 159 ريال بس. مرة عجبني هالبراد هذا، طبعا مقاسين صغير وكبير. هذا العرض ترند، عصارة حقة البرتقال ستيل 29 ريال. كسارة الثلج، شوفوا يا جماعة كيف تسوي الثلج، مرة حبيت فكرتها، 19 ريال و95 هلل. مرة عجبوني الحافظات هذول، تكلم عن شيء كواليتي، وهذه سعرهم. طقم حافظات طبعا حجم كبير يا جماعة، وسعرهم 79 ريال بس. طير يا تخفيضات العائلة، مكنسة كهربائية 21 لتر 2000 وات، منشنوا هذا المقطع لأصدقائكم، 109 ريال بس. فرامة ماركة ريبون 3 لتر، مرة حلو مقاسها. خلاط 2 في 1 69 ريال. قطاعة البصل 37 ريال. روحة ماركة دوتس 59 ريال و95 هللة، حلوة تلطف الجو. عدة خيارات للمراوح 69 ريال. صانعة القهوة حقة الكبسولات، يا جماعة هذا المنتج جبار، 3 في 1 كبسولات الكبيرة والكبسولات الصغيرة، ومسحوق القهوة ب 199 ريال بس. عرض نار وشرار وجبار، 3 تباسي ستيل، شوفوا فخامتها يا جماعة، راح تتفاجئوا بالسعر 89 ريال بس. هذا خيار آخر، عدة نقشات يا جماعة، السعر مجنون. تخفيضات العائلة حرفيا يقول أنا أتحدى الأسعار. شايفين الطقم هذا، القاعدة حقت الكيك، معها 6 صحون ومعها اللي نشيل فيها الكيك، 49 ريال بس. شوفوا الأفكار الجميلة يا جماعة، غسالة ماركة كليكون 3 كيلو، غسالة صغيرة فكرتها حلوة وسعرها أحلى، 299 ريال بس. رايكم في الثلاجة هذه حق غرفة النوم، حق المكتب، مرة حلوة، 349 ريال. هذا المكيف من ماركة كليكون، وقتها الآن الصيف، ب 199 ريال. اللي صورته هذا جزء من عروضهم، تابعوا حسابهم بالانستغرام في كل العروض، فقط اكتب تخفيضات العائلة الدمام.